أيها الأحبة، كان الزمان وبحلو الكلام وحلو المعاني وحلو وحلو أشياء جميلة كانت فيه حلوة. بداية نقول أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، وأهلا بكم وأنتم تتابعونا من خلال هذا البرنامج، برنامجكم الجديد المصطلحات التراثية. أحبتنا اليوم نحن في هذه الحلقة بعد مع مصطلح وبعد بحر، لأننا ما نقدر نتخلى عن البحر وما نقدر نبعد عن البحر، لأن البحر بالنسبة لنا كل شيء. لو قلنا زمانه راح، لا، البحر باقي داخل في القلوب، ونبحر فيه مثل ما نبحر في عقولنا وأفكارنا وفي كل شيء. خلونا نتابع هذا المصطلح الجديد، مصطلحكم. هذا المصطلح الجديد مصطلحكم، سيح وبنسيح وياكم جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين المتابعين لنا من قناة الشرقية من كلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج المصطلحات التراثية. أحبائنا الأفاضل، نحن في كل مرة ومن خلال مشوارنا مع هذه الحلقات وهذه المصطلحات، نوقف في كل حلقة مثل ما تابعتوا على مصطلح معين. مرة بنوقف بحر، ومرة بنوقف بر، ومرة بنوقف في مصطلحات اللي هي تعنى أو معنية بالحياة الاجتماعية بشكل عام. هذه المرة وفي هذه الحلقة شوي خلونا نرجع لماضينا، لذاك الزمان، لزمان العوامل والضغاوي. اليوم احنا بنتناول وياكم مصطلح، المصطلح موجود وبعده لو اختلفت يعني طريقة الضغوة، يعني ما نقول اختلفت لا، لكن خلونا نقول اليوم مثلا العوامل اللي كانت قبل، القوارب، العوامل العاملة قارب من قوارب الصيد وكان طويل، هذه راحت. الناس اللي كانوا موجودين كذلك راحوا، اللي هم كانوا البحارة واليزوة والنواخذة، كلهم أهل البلد. اليوم لما بنوقف على المصطلح هذا ونقول، قلنا أن هذا المصطلح موجود لأن الضغوة بعدها موجودة وأساليبها ووسائلها وطرقها بعدها موجودة، ولو مثل ما قلت اختلفت أو تغيرت بعض الأشياء فيها. اليوم نحن عند هذا المصطلح وياكم، مصطلح سيح أو سيح وبتسيح. قبل هذا المصطلح يتردد، ما اللي يرددون هناك اللي يضغوا، حتى هذه اللي برع الناس يمكن حتى تسمع هذا المصطلح بين الفرجان،
يمكن تسمع هذا المصطلح عند الناس اللي جالسين على السيفة، وتسمع هذا المصطلح يعني خلونا نقول بالذات لما تكون مواسم الضغوة ماخذة وضعها، هذا المصطلح تسمعه خلونا نقول يومي يومي ويومي ويوم نقول يومي يعني ما مثلا نقول كل يوم مثلا يمكن يكون توقفوا يوم ماشي ضغوة، لكن هذا المصطلح نقصد اليومي ان هذا المصطلح ما منقطع. اليوم ما عدنا نسمع هذا المصطلح، اللي بيسمع هذا المصطلح ويتذكره يسير على البحر وين ما الناس تضغي ويمكن يسمع سيحوا ولا ما سيحوا، يمكن يسمع هذا إذا كان المصطلح هناك من يردده، لكن قبل كان يردده. هذا المصطلح متى يردد أو كيف يردد وليش يقولوا سيح؟ يعني هي كلمة سيح من ساحة، يعني انتهى ساح، انتهى ارتاح، لأن هذا المصطلح يقولوه كان يردد لما يوصل القطين ويوقف في مكانه في البحر، قالوا ها سيحت العاملة قبل، قالوا سيحت، إذا كانت سيحت وصلت وصلت الضغوة وصل قطينها للبر قالوا سيحت، وإذا كانت العاملة بعدها لا ما سيحت، كان يقول ما سيحت بعدها، هذا ضاغي والله ثلاث برامي ثلاث برايم ما سيح بعده، وذاك ضاغي برامة أو برامتين سيح قبله مثلا. هذا المصطلح كانت ليه نغمته وليه وضعه بالذات عند البحارة أهل الضغوة والنواخذة هناك عند العوامل، لأنهم الآن بعد ما سيح وصل ارتاحوا من سحب هذيك الحبال وذيك القبلان، يعني ما تقول يعني لما وصل قطينهم البر يعني نقول مرحلة وانقطعت وانتهت عنهم، اللي هي مرحلة الصلاب والسحاب ذيك الحبال وذيك القبلان والخوف على القطين والخوف ان البرية ما تطلع والخوف ان ان القطين ما ينقص والخوف ان القبلان ما تنقص، هذا يكون حلاوة لما تسيح العاملة ويوصل قطينهم، كانت حلاوة لذة فرحة جميلة عندهم، ليش؟ لأنهم وصلوا إلى البر، لكن ما انتهوا من الشغل من شغل ذيك الضغوة، لكن شوفوا هذا المصطلح هو مرتبط بس بهذه الصورة هذا الشكل، من وصل القطين البر، هذا المصطلح ما أخذ أشكال سيح وسيحت وما سيحوا وبيسيحوا. شوف هذا المصطلح ليه كذا، كل 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 صيغة من هذه الصيغ أو لفظة من هذه اللفظات تدل على حالة، لو قلنا سيحت يعني وصلوا، ما سيح ما وصلوا، يعني احيانا ترى يقول لك ما سيح هو مش المقصود شخص، المقصود انه خذ عامة فلان ما سيح فلان، المقصود في الكلام انه خذ والعاملة ما سيح فلان، يعني انه خذ
المقصود يعني عامة فلان، بدل ما يقول عامة فلان ما سيحت قال ما سيح فلان. يعني أقول لكم هذا المصطلح ليه كذا حركة وكذا لفظ وكذا شكل وكذا وضع، وكل لفظ مثل ما قلت يتجه في اتجاه معين يدل على دلالة معينة. هذا مصطلح سيح اللي اليوم احنا نتناوله. ولما اقول ان هذا المصطلح كان ليه بالفعل فرحة وليه مكانة وليه بهجة عند اهل البحر، ليه ايضا بهجة كذلك عند اهل البر، الناس اللي في البر اللي تريوا هذه العاملة السيح في الماضي، لانهم بينالوا ايضا هم نصيبهم من هذه الضغوة، ولا برية ولا حصلهم بعض السمك بعدها. طبعا ما يتبع التسيح ما بعد اللي الشغلة اللي تي ما بعد التسيح، لان ايضا كذلك انا ممكن يعني اقول لكم شو هي الشغلات اللي تي، لكن هذه مصطلحات كذلك نود لو مثلا كان لنا وقت آخر وجولة أخرى مع المصطلحات نوقف الحقيقة على هذه المصطلحات اللي تخص الضغوة في العاملة. مصطلحات كثيرة، اليوم احنا اخترنا بس هذا المصطلح لنعرف وبالذات عيال هذا الجيل بهذا المصطلح، مصطلح سيح. على العموم وبعد نحن سيحنا انتهت الحلقة. لا يسعنا حقيقة في الختام إلا أن نتوجه لكم بجزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع والإصغاء ومتابعتنا في ترديد هذا المصطلح، وعسى إن شاء الله أن يعجبكم وينال رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.